لو بيتركوا الفن والثقافه للفنانين والثقافيين ويتركوا السياسه للسياسيين ما يخلطون مع بعضهم. يعني وقت اللي بدهم يخلطوا مع بعض يبلشوا السياسيين يتدخلوا بالفن والثقافه، يعني بدهم يرجعونا على العصر الخشبيه مثل ما بيقولوا، نحن بنرفض. الاعتبارات التي يعني حزب الله يحددها لاداء الدوله اللبنانيه بثلاث صيغ، لا سيما وانه اذا انعرض فيلم، يعني قيل انه الفيلم السوري يعني التزاما بالحياد اللبناني تم منعه. انا متاكد انه لو هذا الفيلم كان لمخرج موالي كان عرض